الطروحة وفداهن دم رقبته. والطروحة بحث بالخوة كاتب بالطروحة هناك تناقشت بالغاضرية. من ابداع الشاعر الكبير سعد محمد الحسن البهادلي الى الشاعر المبدع مصطفى المصلوخي، فاستقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. افلح من صلى على محمد وآل محمد. زينب حشمت عباس، زينب حشمت عباس بيوم على الثرى مقطع، تقل لنهض كفيل بساعة لي اعداك لا تفزع، وانا الحرة واخت عباس الستر بعبايته مقطع. اختاض وضحضب العباس من سمع زينب نادته، وعين تربع للخيام وعين ترب لجربته، قالها ما ردن يا زينب سكنة بيد الماي هي الوسطه، قالها ما ردن يا زينب سكنة بيد الماي هي الوسطه، وجاب يدق للشطو العسكر، وجاب يدق للشطو العسكر، شطو العسكر بيوم اللي برز عباس فوق المشرعة وثنى، بيوم اللي برز عباس فوق المشرعة وثنى، قال اليوم اصف الجيش وحتى الموت موتنا، قال اليوم اصف الجيش وحتى الموت موتنا، واجيب الماي لسكينه ويم مسكينه جيبنا، واجيب الماي لسكينه ويم مسكينه جيبنه، هو السيف يغص بدمه، وهو السيف يغص بدمه، صاح دخيلك يا العباس سيف يغص بدمه، يا العباس سيف يغص بدمه، صاح دخيلك يا العباس سيف يغص بدمه، غص بدمه، صاح دخيلك يا العباس سيف سيف يغص بدمه. وإلى الحشد المقدس، الحشد الحشد وبراسه حسرة من الطفوف، ويذكر العباس بيها وجربته، المشتعل غيره براسه من ذاك الكفيل يخسى عنا القال نزل رايته، تسابقه وعلى الموت من صار القتال وعده مثل العيد جيت موتته، ينسحب سرقيها من تسمع حسين ومن تثور الطلقة زينب نادته، ينسحب سرقيها من تسمع حسين أو من تثور الطلقة زينب نادته، أو وقفت الزهرة وتنادع للإله يا إله احفظ عراق وشيعته، أو قالت وياكم أريد أنا الجهاد أطلب بثار الرضيع ودمعته، داعش راح أجيك وبيد ذاك السيف اسمه الفقار تعرف طبرته، داعش راح اجيك وبيد ذاك السيف اسمه ذي الفقار تعرف طبرته، جنك ما عرفت تيد ذكرك بي هذا جدك ابن العاص كشف عورته، جنك ما عرفت تيد ذكرك بي هذا جدك ابن العاص كشف عورته، ومن ذولي ساتر يرجف، من ذولي ساتر، ومن ذولي ساتر يرجف، ومن ذولي ساتر يرجف، ومن ذولي ساتر يرجف،